كيف تنظرون إلى طلب الشارع الأردني بطرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من إسرائيل؟ شعبنا غاضب، نحن غاضبون كما قلت، نحن نقوم بكل ما نستطيع وكل ما يمكن أن يسهم في إنهاء هذه الحرب وفي إدخال المساعدات إلى غزة وفي تحقيق الهدنة وحماية المدنيين. كل الخطوات التي تسهم في تحقيق ذلك سنقوم بها. أولويتنا وقف الحرب، أولويتنا وقف هذه الجرائم التي ترتكب والتي القانون الدولي يعرفها كجرائم حتى نكون واضحين. كل ما نستطيع وكل ما يمكن أن يحقق هذه الغاية سنتخذ. الأردن لم ولن يلي جهدا في التعبير عن موقفه بكل الوسائل. جلالة الملك يقود جهود غير منقطعة، يوظف كل أدوات الأردن وإمكاناته ومكانته من أجل تحقيق ذلك، وكل الأوراق التي تستطيع أن تحقق هذا الهدف هي خيارات متاحة أمامنا، وسنقوم بما يلزم في الوقت الذي يستدعي ذلك وفي الوقت الذي نرى أن هذا يخدم. وكما قلت لن نوفر جهدا، لن نوفر أداة نملكها من أجل وقف هذه الحرب ووقف هذه الكارثة الإنسانية وإسناد الشعب الفلسطيني وحمايته وتواصلنا مع العالم والضغط باتجاه إنهاء ما يجري وإيصال المساعدات وحماية الشعب الفلسطيني. يعني اسمح لي سيادة الوزير أيضا أن أنقل بعض المطالب، وبالتأكيد أنتم على علم بها. هناك من ذهب في مطالبه إلى مراجعة اتفاقيات السلام مع الجانب الإسرائيلي. سيدي أجبتك بوضوح، نحن نعمل من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، نوظف كل الأدوات المتاحة، كل ما نعتقد أنه يسهم في إنهاء هذه الحرب، يسهم في وقف هذه الكارثة، يسهم في قدرتنا على إيصال المساعدات للفلسطينيين، يسهم في وضعنا على الطريق الصحيح نحو إيجاد حل وحل نهائي لهذه الكارثة حتى لا تعود وتتكرر سنة بعد سنة. نحن نملك أدوات نستخدمها، نوظفها في الجانب الذي يحقق الفائدة الأكبر منها، وبالتالي نقوم بكل ما يمكن للأردن أن يقوم به. تذكر الأردن، ليس الأردن وحده قادر على أن ينهي هذه الحرب، يطلب من الأردن ما يستطيع أن يقدمه، والأردن يقدم وأؤكد لك كل ما يستطيع وكل جهود المملكة من جلالة الملك إلى كل مؤسسات الدولة الأردنية أمامها هدف واحد الآن، إيقاف هذه الحرب، إيصال المساعدات، حماية المدنيين، وتذكير العالم بأن لا حل ولا أمن ولا استقرار ولا سلام لأحد في المنطقة من دون أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم كاملة. وبالتالي كل الأدوات التي في أيدينا نوظفها بالشكل الأفضل والأكثر فاعلية من أجل تحقيق ذلك.